بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإسلام، فلا يزال فضل الله علينا متتابعا في انعقاد هذه المجالس المباركة العلمية في كل ليلة من ليالي الجمعة، نتدارس فيها هذا السفر المبارك، كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. هذا المجلس الذي ما زال متتابعا في استعراض مضامين الكتاب وعرض أبرز وموجز ما تضمنه كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الخامس بعون الله تعالى، تتمة للمجلس الرابع الذي شرعنا فيه في ثالث أبواب الكتاب من الأبواب الخمسة. وتقدم بكم أيها المباركون أن هذا الباب الثالث الذي عقده ابن القيم رحمه الله في بيان مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوباً وإما استحباباً مؤكداً، وهذه المواطن التي شرعنا في أول موطن منها في المجلس الرابع، ها نحن نتم في هذا المجلس إن شاء الله تتمة العشرة المواطن الأولى من هذه المواضع التي ساقها المصنف رحمة الله عليه. ولعل مجلسنا هذا أيها الكرام في هذه الليلة الشريفة المباركة يحملنا على استكثار عظيم كريم من هذه العبادة الجليلة، وهي الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فاستكثروا رعاكم الله من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام، واجعلوا هذا المجلس في هذه الليلة المباركة فاتحة خير، لتكون بقية ليلتكم هذه ويوم غدكم عامرا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مستكثرين من فضائلها وخيراتها وبركاتها، نسأل الله الكريم العظيم من واسع فضله. وبعد، فإن الباب الثالث كما تقدم في سرد المواضع التي شرعت فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا الباب رعاكم الله أن نتبين هذه المواضع لنكون على عناية بها، وأن نستحضر فيها الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. تقدم أن الموطن الأول، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله أهمها وآكدها في الصلاة، آخر التشهد، وهو ما يسميه الفقهاء بالتشهد الثاني أو التشهد الأخير عقب ذكرنا للتحيات في آخر جلسة في الصلاة قبل السلام، فإننا نردف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسميه التشهد الأخير أو التشهد الثاني. هذا الموضع كما قال ابن القيم رحمه الله مما أجمع المسلمون على مشروعيته، لكن الخلاف بين الفقهاء كما تقدم هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، فذهب الجمهور من الفقهاء والأغلب إلى أنها مستحبة، وذهب الشافعي رحمه الله إلى القول بالوجوب، والإمام أحمد أيضا في آخر روايتيه، وقد فند ابن القيم رحمه الله ذكر هذا القول بأنه من مفردات الإمام الشافعي أو أنها مما شذ بها وخالف إجماع السلف الصالح، كما نقل ذلك عن بعض العلماء كالطحاوي والقاضي عياض والخطابي رحم الله الجميع. وساق ابن القيم أسماء جملة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ممن قال بوجوب وتأكيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، كعبد الله بن مسعود وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وسمى أيضا من فقهاء السلف عددا مثل إسحاق بن راهوية، وعدد أيضا من التابعين ممن قال بذلك ونقل هذا عنه مثل أبي جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل بن حيان، وناقش ذلك كله باستفاضة كما تقدم في المجلس السابق. فلنشرع بعون الله في تتمة المواضع، وهو الثاني منها من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التشهد الأول في الصلاة، يعني التحيات.
فإننا عندما نقرأ التحيات في التشهد الأول ننهيه بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فهل تشرع هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني في الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية في الصلاة، فهل تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل النهوض إلى الركعة الثالثة؟ هذا أحد المواطن. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا قد اختلف فيه، فقال الشافعي في الأم، يعني في كتابه الأم: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. قال: هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب. وقال في القديم، يعني في المذهب القديم للإمام الشافعي، وقال في القديم: لا يزيد على التشهد. وهذه رواية المزني عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك وغيرهم رحم الله الجميع. يعني أن الشافعي في مذهبه الجديد تفرد بالقول بالاستحباب بصلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد الأول قبل النهوض إلى الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية والرباعية. قال ابن القيم رحمه الله: واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة. قال: وهذا يعم الجلوس الأول والآخرة. لكن الحديثين ضعيفان كما أشار ابن القيم رحمه الله، فإن في الحديث الأول بعض من لا يحتج بتفرده وضعف الرواية عنه، والثاني من حديث الدارقطني هو أشد ضعفا وسنده واهن جدا. قال: واحتج أيضا بأن الله أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: فقرن الله بالأمر بين الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه حيث شرع التسليم عليه تشرع الصلاة عليه. ولهذا سأل الصحابة فقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ فدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقرونة بالتسليم عليه، ومعلوم أن المصلي في التحيات يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنك تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا: فطالما حصل السلام يتعين أو يشرع أن يجمع معه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير، ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحب فيه الصلاة عليه لأنه أكمل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا، وقد تقدم الحديث. وهذا كله مما يذكر استدلالا للإمام الشافعي في القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم استحباب ذلك وعدم مشروعيته والاكتفاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قالوا: لأن التشهد الأول ليس محلا لذلك، وهذا هو القول القديم للشافعي كما تقدم، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، لأن التشهد الأول يشرع فيه التخفيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة بالنار أو بالشمس، فإن الجالس على حجارة محماة لا يطيل الجلوس من حرارتها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
قالوا أيضا لأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه، ولأن مشروعية ذلك لو كان كما ذكر لكانت واجبة. إذا كان الشافعي يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ويجعل التشهد الأول مقاسا عليه، فينبغي أن يكون أيضا على الوجوب لا على الاستحباب. وهذا في جملة ما أورده من الإجابة عما استدل به لقول الشافعي باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ومع ضعف الأحاديث الواردة لضعف بعض الرواة في سندها كما تقدم، فإنه يمكن أن يقال إنها محمولة على التشهد الأخير دون الأول. كان هذا هو الموطن الثاني أيها الكرام من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموطن الثالث فقال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آخر القنوت، يعني نهاية الدعاء في القنوت يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موطن أيضا من مواطن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: استحبه الشافعي ومن وافقه، واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي. قال ابن القيم: وهذا إنما هو في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر. الحديث الوارد هاهنا من رواية الحسن بن علي رضي الله عنه أخرجها النسائي في المجتبى، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الدعاء، وهي طرق رويت في هذا الحديث. والصواب في الحديث مما ورد من طرق أصح من ذلك أنه لم يذكر في آخره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه جمل الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، من غير أن يذكر في آخره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم بعدما ذكر الحديث قال: وقد رواه أبو إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فذكره ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو مستحب في قنوت رمضان، يعني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ابن وهب إلى بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد القاري، وهو إمام التراويح زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام خلافته رضي الله عنه. قال: وكان في عهد عمر مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال. قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن ابن عبد القاري، فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل. ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، يعني اجتماعهم على التراويح. قال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وقال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني بعد النصف من رمضان في القنوت، يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. وهذا موطن الشاهد.
قال: فكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. حديث عبد الرحمن بن عبد القاري في خروجه مع عمر رضي الله عنه وحكايته جمع الناس على إمام واحد في التراويح مما أخرجه الإمام في موطئه الإمام مالك وابن خزيمة أيضا في صحيحه مطولا والبيهقي مختصرا، وسند الحديث صحيح. قال رحمه الله: إذن هذا من المواضع المستحبة، وإن لم يثبت فيها حديث الحسن بن علي بالتنصيص على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأنه في جملة مواضع الدعاء كما سيأتي بعد قليل. قال ابن القيم في آخر هذا الموطن عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وسند الرواية صحيح. الموضع الرابع من المواطن التي يصلى فيها أو تشرع فيها الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فيها، كما نفعل في صلاتنا على جنائزنا أمة الإسلام في كل زمان ومكان. يقول ابن القيم رحمه الله: لا خلاف في مشروعيتها، يعني اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في الصلاة على الجنائز، لأن الأولى تعقبها الفاتحة والثالثة يعقبها الدعاء للأموات. يقول: لا خلاف في مشروعيتها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها، يعني بعدما اتفقوا على أنها عمل مشروع ودعاء وارد اختلفوا هل هي واجبة لا تصح صلاة الجنازة إلا بها أم هي من المستحبات. فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي. وبغض النظر عن كون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة واجبة أو مستحبة، هي مشروعة كما قلنا باتفاق. الدليل على كونها مشروعة في صلاة الجنازة ما روى الشافعي في مسنده بسنده من حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وهذا الحديث مما تقدم إيراد المصنف له رحمه الله تعالى في أول الكتاب، والحديث وقد أخرجه الشافعي في مسنده سنده ضعيف جدا، وقد تقدم كذلك. لكن المحفوظ في الحديث مما يرويه أبو أمامة يحدث سعيد بن المسيب فذكره، وسنده هناك صحيح وليس كما أورده الإمام مالك في الموطأ أو الإمام الشافعي في مسنده. وساق ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث الوارد بسند أصح فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق المالكي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسنده إلى الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. وهذا الحديث بهذا الإسناد ثابت عن أبي أمامة وهو أصح من سابقه. وقد أخرج ابن قدامة أيضا في المغني قال: روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم انصرف، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. وفي سند صحيح أيضا فيما أخرج يحيى بن بكير من حديث مالك بن أنس إلى أبي هريرة بسنده
قيل كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت أن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وساق أيضا قصة فيها رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل ذلك، وإن كان في المتن ألفاظ ظاهرة النكارة وسند لا يخلو من ضعف، لكن فيه أنه أيضا كان يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين. قال القاضي أبو يعلى: فيقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين، إنك على كل شيء قدير. هذه مواطن أربعة أيها الكرام من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخامس من هذه المواطن فهو في الخطب، كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها، يعني أن يذكر الخطيب في خطبته إذا صعد المنابر، سواء كان في خطبة الجمعة أو صلاة العيد أو الاستسقاء وغيرها من المواضع التي تشرع فيها الخطبة، أن تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في الخطب. هل المشروعية هذه في الخطب هي شرط لصحة الخطبة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة. قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والشافعي وأحمد هما أيضا من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كما تقدم، وهما أيضا من القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها، يعني تصح الخطبة لو لم يذكر الخطيب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو وجه في مذهب أحمد. احتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فأين في الآيات ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب؟ ليس فيها شيء صريح، لكن المصنف أورد فيما بعد شيئا من وجه الدلالة مصحوبا ببعض الآثار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، يعني طالما ذكر الله في الخطبة فيكون هذا مقرونا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. يقول ابن القيم: وفي هذا الدليل نظر، لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه تبارك وتعالى هو الشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعا، بل هو ركنها الأعظم، يعني يصلح أن يكون هذا دليلا لوجوب ذكره في الشهادة. فإذا قيل: أشهد أن لا إله إلا الله، يذكر معه فيقال: وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يلزم من ذلك الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الدليل نظر. ثم قال: وقد روى أبو داود وأحمد وغيرهما، والحديث سنده صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، واليد الجذماء يعني المقطوعة. فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف. وهذا الحديث كما ترى فيه التصريح بوجوب التشهد، وليس فيه التصريح بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. وعن قتادة قال: ورفعنا لك ذكرك، قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن جملة من مفسر السلف في تفسير ورفعنا لك ذكرك، كما عن الضحاك قال: إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي. وعن ابن عيينة عن مجاهد قال: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ابن القيم: فهذا هو المراد من الآية. وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال: ومن الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وأنها من مواضع ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ما روى عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي من شرط علي، وكان تحت المنبر فحدثني أنه صعد المنبر، يعني علي رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر، وقال: يجعل الله الخير حيث شاء. والحديث الذي أخرجه عبد الله في زوائده على مسند أبيه الإمام أحمد أورده البخاري في تاريخه معلقا كذلك. ثم ساق ابن القيم رحمه الله عن بعض الصحابة أيضا أنهم يوردون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبهم، كما ساق عن عبد الله بن مسعود ذكره ذلك أيضا، وساقه عن غيره من الصحابة عن بحير أو عن بحير بن ذاخر المعافري قال: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة، فذكر حديثا وفيه: فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمدا موجزا، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم. وذكر مثل ذلك من حديث أبي موسى الأشعري في خطبته. قال ابن القيم: فهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا دليل كل فقهاء الأمة سلفا وخلفا، وما عليه عمل الناس إلى اليوم في مساجد المسلمين وبلدانها في خطب الجمعة وفي خطب العيدين، بل حتى في الكلمات والمواعظ والمحاضرات والدروس وفي افتتاح الكتب والخطب، أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه وتثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما وجوبها، يعني كما هو مذهب الشافعي وأحمد، قال: فلم نر فيه دليلا يجب المصير إلى مثله والله أعلم. وتوقف رحمه الله عن الجزم بذلك مع بقاء أصل المشروعية كما ثبت عن جملة ممن سمعت من أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وتوارث العمل في ذلك في الأمة جيلا بعد جيل إلى يوم الناس هذا. أما الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة. قال: لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. الحديث أخرجه الإمام مسلم كما سمعت، وذكر فيه ثلاث عبادات مشروعة مستحبة في الأذان: إجابة المؤذن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والأمر الثاني قال: ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. والثالثة قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة. قال ابن القيم رحمه الله: وقال الحسن بن عرفة، وساق بسنده عن الحسن: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسوله، وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة، دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها، صل على محمد وعلى آل محمد، وزوجنا من الحور العين، قلنا الحور العين ما أزهدك فينا. هذا وإن كان مقطوعا فإنه لا يصح سنده. أراد به المصنف رحمه الله ذكر مواضع أو شاهدا يدل على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند إقامة الصلاة، أما الأذان فقد تقدم حديث الإمام مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو على ثلاثة منها التي تقدمت: أن يقول مثل ما يقول المؤذن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء له بطلب الوسيلة. قال رحمه الله: والرابعة يعني من السنن في الأذان أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فهذه رابعة من سنن الأذان. قال: والخامسة أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله وسؤاله له الوسيلة، لما في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي المسند من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. قال ابن القيم: فهذه 25 سنة في اليوم والليلة. كيف أصبحت 25؟ قال: لأنها 5 سنن في كل أذان، والأذان 5 مرات في اليوم والليلة، فيكون مجموع ما يحافظ عليه المسلم من سنن الأذان كل يوم وليلة، فيكون المجموع 25. يقول: فهذه 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من الموفقين من عباده. أما الموطن السابع من مواطن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو الصلاة عليه عند الدعاء، وهذا موضع أيها المسلمون لا يكاد يفوت مسلما فطنا عاقلا حريصا على أن يستجيب الله دعوته إلا قال في دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا فوائد لطيفة أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان مواطن ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: وله 3 مراتب، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. إحداها أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، يعني إن رفعت يديك تدعو ابدأ بحمد الله، وثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث بعرض مسائلك ودعواتك ومطالبك إلى ربك وخالقك. هذه المرتبة الأولى، إيراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أول الدعاء بعد حمد الله تعالى. قال: والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره، وأن يكون ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأول والآخر وفي وسط الدعاء. قال: والثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. وشرع رحمه الله استدل لذلك، قال: فأما المرتبة الأولى يعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أول الدعاء، فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وقد تقدم الحديث في أول أبواب الكتاب. وقال الترمذي بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست
بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. دلالة على أنه أصاب أمرا يصيب به إجابة الدعاء من ربه الكريم. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، ومعه أيضا من الآئمة ممن صحح الحديث البزار وابن حبان والضياء المقدسي رحم الله الجميع. وفي حديث أورده عبد الرزاق في مصنفه وفي سنده انقطاع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب. وهذا هو دليل ما أورده في المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية التي هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أول الدعاء وأوسطه وآخره، فأورد لها من الشواهد حديث عبد الرزاق في مصنفه، وهو لا يثبت، وقد تقدم بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوني كقدح الراكب. فذكر الحديث وقال: اجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وآخره. وقد تقدم أيضا حديث علي رضي الله عنه: ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء، وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. ومثله موقوفا على عمر من قوله رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وجملة أحاديث هذا المعنى المرفوعة لا تصح، لا حديث عبد الله جابر بن عبد الله المتقدم آنفا، ولا حديث علي، ولا حديث عبد الله بن بسر: الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو يستجاب لدعائه. فهذا كله أيضا مما لا يصح فيه الدعاء. قال ابن القيم: لا يصح فيه الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، يعني ما أورده في التشهد الأخير فإنه أيضا يعقبه دعاء، فكانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هناك موضعا بمناسبة الدعاء. وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية هي موضع للدعاء، وبعد الأذان هي أيضا تسبق الدعاء المستجاب بين الأذان والإقامة. يقول ابن القيم: حتى لو لم يصح لنا سند هذه الأحاديث، فإن جملة المواضع التي سبق ذكرها في الخمسة أو الستة السابقة تلحظون فيها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في مواضع يعقبها دعاء فارتبطت بالدعاء. قال رحمه الله: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وقال عن أبي سليمان الداراني: عن أبي سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسأل حاجته ثم ليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. وهذا من لطيف ما نقله الأئمة في عبارة أبي سليمان الداراني. يقول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عمل يحبه الله ويقبله، فإذا جعلته في أول دعائك وختمت به آخر دعائك وهما مقبولان، والله أكرم من أن يقبل هذين ويترك ما بينهما، وهي دعواتك ومسائلك وحاجاتك التي سألتها ربك الكريم سبحانه وتعالى. الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليه عند دخول المسجد وعند الخروج منه، يعني في أذكار دخول المساجد والخروج منها تذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: لما روى ابن خزيمة في صحيحه وأبو حاتم ابن حبان
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. الحديث أيضا مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم، وفيه أيضا أن الحديث معلول في سياق الإمام مسلم بهذا الحديث في صحيحه، وإن كان قد حسنه الحافظ ابن حجر في جملة أسانيده ورواياته ولا تنزل عن رتبة الحسن، لكنها لا ترقى إلى الصحيح، وهو مشروع إذن في الجملة. قال: وفي المسند والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثلها، إلا أنه يقول: أبواب فضلك. ولفظ الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. وهذا من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثامنها. أما الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصفا والمروة، يعني في دعاء المعتمر والحاج، فإنه إذا أتى الصفا والمروة شرع له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن الحسن في الموطأ، وابن أبي شيبة والبيهقي في سننه الكبرى بسند صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر على الصفا ثلاثا، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء، ثم يفعل على المروة مثل ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من توابع الدعاء أيضا. يعني تقدم قبل قليل أن الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الموطن السابع هو عند الدعاء، وفي الصفا والمروة ليس إلا دعاء، فإذا هو يندرج فيه، لكن المصنف أفرده لخصوصية المكان عند الصفا والمروة على رأس كل شوط من الأشواط السبعة في سعي المعتمر والحاج في نسكه إذا أتى البيت الحرام. قال رحمه الله: وقد روى جعفر بن عون ثم ساق السند، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول، والحديث أو هذا الأثر إسناده قوي، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول: إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا، وليصلي عند المقام ركعتين، ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يبدأ بالصفا فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل وثناء عليه عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل ذلك. فهذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر مع أثر ابن عمر السابق مما يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المعتمر والحاج في سعيه بين الصفا والمروة في أداء النسك. قال: ورواه أبو ذر عن زاهر وساق بسنده عن الشعبي عن وهب به. هذه تسعة مواطن أيها المباركون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموطن العاشر وبه نختم مجلس الليلة بعون الله تعالى من مواطن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم. ما المراد؟ المراد مجالسنا التي نجتمع فيها أمة الإسلام، مجالس بيوتنا أو مجالس حلقاتنا، مجالس أنسنا ومناسباتنا، فإنها مجامع. فسواء اجتمعنا في مجلس لأنس وسمر
أو اجتمعنا لمدارسة علم ومذاكرة مسألة، أو اجتمعنا لنشهد أمرا مشروعا كخطبة نكاح مثلا أو عقد بيع وغير ذلك من أوجه الاجتماع، فإن اجتماع القوم عمل مباح في الجملة وقد يرقى إلى ما هو أعلى من ذلك. قال رحمه الله: وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. هذا متى؟ إذا خلى المجلس من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على مشروعية ذكر الله في المجالس قبل التفرق، وعلى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما. الحديث ثابت في الجملة إلا ثابت في روايته إلا الجملة الأخيرة: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فالحديث صحيح. ثم ساق أيضا عن عائشة أثرا موقوفا رضي الله عنها، لكنه منكر السند، قال الذهبي منكر موقوف. قالت: زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا في الجملة لكننا نتكلم عن صحة السند رواية إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد يقول قائل: هل المقصود أن مجالس اجتماعنا وأنسنا في البيوت مع أهلنا مثلا أو مع الأصدقاء أو مع الزملاء في رفقة عمل أو في رحلة أن تكون ولا بد بالضرورة مجالس علم وخطبة وموعظة لم نألفها ولم نعتد فيها أن تكون ذكرا لله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: ليس هذا المقصد، لكنه سيكون موطنا، إما أن نجتمع فيه فنفترق بأجر وثواب، وإما أن تكون حسرة نتندم عليها يوم القيامة. وليبقى لنا أنسنا في مجالسنا، وليبقى لنا اجتماعنا الذي نجتمع فيه عادة مع الأسرة والأقارب والأرحام أو حتى مع الرفقة والأصدقاء، لكن أدنى ذلك أن نختم مجلسنا قبل التفرق والانصراف بدعاء كفارة المجلس، ويضمن ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وحمدا لربنا الكريم سبحانه وتعالى، فإن هذا ذكر لله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخلو مسلم في مجلسه مهما تشعب الحديث وتفرق الكلام، لا يخلو أن يمر بموضع يتحدث فيه مثلا عن نعمة أنعم الله بها عليه فيذكرها في سياق كلامه وحديثه مع جلسائه فيحمد الله عليها، فهو ذكر. ولا أظن مسلما يتعلق قلبه حبا بنبيه عليه الصلاة والسلام مهما طال المجلس أو قصر أن يغفل، أن لا ينفض المجلس ذلك إلا وقد أودعه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويذكر بها جلساءه، من أجل أن يكون هذا المجلس مغنما يوم القيامة ومكسبا في صحائفنا نفرح بها ونسر، وإلا كانت حسرة وترة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه تتمة عشرة مواطن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية تأتي تباعا في مجالس ليالي الجمعة إن شاء الله تعالى. والمقصود كما تقدم في صدر المجلس هذا أن نتبين هذه المواطن فنحرص على استغلالها وتوظيفها، وأن نغتنم من بركاتها أجور الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الباب الثالث من أجل أبواب الكتاب، لأنها بمثابة الكاشف في طريقنا في الحياة، نتلمس فيها ونتفقد مواطن مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الرابع عقبها أيضا في فضائل وثمرات وبركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا من المواطن العزيزة الجليلة التي يشرع لنا العناية بها. نقف عند هذا القدر ليكون استئناف الحديث لاحقا في سرد بقية المواطن، جعلنا الله وإياكم في خيرة عباده الصالحين. واعلموا رعاكم الله أنه لا تزال في ليلتكم هذه بقية ومتسع وفسحة من الوقت لملئها بما ما زلنا نتحدث عنه منذ الليلة في المجلس، وهو الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نستنزل بها من صلاة ربنا علينا، قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاستزيدوا رعاكم الله، واستكثروا حفظكم الله، واستديموا وفقكم الله. الإقبال على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها والله خير وبركة وأجر ورحمة يتقلم المسلم في أكنافها، ويستظل برحمة الله التي تغشاه بصلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عسى الله أن يرزقنا بكثرة الصلاة والسلام عليه حبا يملأ قلوبنا، وشوقا تفيض به أفئدتنا، واستنانا وثباتا على السنة تثبت به أقدامنا، طريقا نصل به يوم القيامة إلى نيل شفاعته، والشرف برؤيته، والقرب من مجلسه، والظفر بصحبته، والحشر في زمرته. رزقنا الله وإياكم ووالدينا وأولادنا والمسلمين جميعا هذا الشرف الكبير والأجر العظيم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وأكرمنا بصحبته يا كريم، واجعلنا في خيرة أمته المحبين له، المستمسكين بسنته، الرافعين لراية سيرته وسنته، وأن نكون مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. نسألك يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسلمنا والمسلمين جميعا من شر الأوبئة والأسقام والأدواء. اللهم عاف مبتلانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.